احنا شغلنا الشاغل هو الدفاع عن المصلحة الوطنية والتأكيد على سيادة وهيبة الدولة المصرية وعدم ترك سيناء مرتع لخلايا تكفيرية وخلايا عنفية بتتطاول على سيادة وعلى هيبة الدولة المصرية وبتهدد أرواح وحياة الجنود المصريين. والعمل الجبان الذي حدث منذ أيام ليس هو العمل الأول، سبق هذا قتل عدد من الجنود المصريين البواسل، وللأسف الشديد لم يقدم قتلة الجنود المصريين إلى العدالة حتى الآن، ولم يعرف الرأي العام بشفافية حقيقة ما يدور. شغلنا الشاغل هو المصلحة الوطنية، بنتمنى لمؤسسات الدولة المصرية النجاح في العملية العسكرية التي بدأت للدفاع عن سيادة وهيبة الدولة المصرية، وقبل كل شيء تحرير الجنود المصريين المختطفين والحفاظ على أرواحهم وعلى أرواح الجميع. مسألة ثانية، بنطالب رئاسة الجمهورية، ونحن نرفض أن توظف الخلافات الحزبية في أي أمر له علاقة بالمصلحة الوطنية. احنا لا تضر بالأمن القومي المصري. بنتمنى التأكيد على أمرين، أن هناك معالجة أمنية آنية، معالجة أمنية آنية وسريعة، المعالجة الأمنية والسريعة لما يحدث في سيناء. وبجانب المعالجة الأمنية والسريعة واجبنا كقوة سياسية بغض النظر عن أماكننا التأكيد على أن هناك هم تنموي في سيناء، لابد من تحقيق برنامج تنموي ورؤية متكاملة لسيناء وتجاوز تراكم طويل من المظالم اللي عانى منها أهل سيناء. المسألة بتحتاج معالجة أمنية رادعة تحفظ هيبة وسيادة الدولة المصرية، تحرر الجنود وتمنع أي اختراقات أمنية كما حدث وطال حدوث الأمر خلال العامين الماضيين. حق الرأي العام المصري يعني يعرف بشفافية ما يدور. وثالثا، خطة تنموية شاملة تدار بحس وطني لإنهاء تراكم المظالم المختلفة في سيناء.